سائل دكتورة أو سائلة بتقول لها صديقة عليها كفارة مغلظة إطعام 60 مسكين، فهل يجوز أنها تطعم كل شهر 10 مساكين أو حسب ما يتوفر معها من مبلغ؟ يعني تعمله على فترات يعني؟ طبعا إذا عجزت المرأة عن ذلك، هذه الكفارة دين في رقبتها وفي ذمتها، فنحن لم نفهم ما المقصود بالمغلظة هنا، ما سبب هذا التغليظ، لأنه في أشياء لا يترتب عليها الحكم إلا بعد الكفارة. فإذا كانت مثلا كفارة قتل مثلا تختلف عن كفارة، يعني طبعا المرأة ليس عليها ظهار هنا، لأن الظهار دائما يكون على الرجل. نعم. على أي حال، إذا عجزت المرأة عن أن تدفع الكفارة دفعة واحدة ومرة واحدة، فلا بأس أن تقسط ذلك على أشهر أو على أسابيع أو على أيام على حسب قدرتها. المهم أن تتم يعني إطعام 60 مسكين، فليس شرطا أن تطعمهم في مكان واحد أو في زمان واحد أو في وقت واحد. المهم أن تتخلص من هذا الدين في ذمتها، ومن هذه العقوبة التي في رقبتها، سواء كانت مرة واحدة أو على دفعات.